الرئيس تبون يعين نادير العرباوي في منصب وزير أول خلفا لأيمن بن عبد الرحمن. نادير العرباوي محام سابق ودبلوماسي جزائري ولاعب دولي سابق في المنتخب الجزائري لكرة اليد، شغل في سبتمبر 2021 منصب سفير وممثل دائم للجزائر لدى الأمم المتحدة. ابن مجاهد سابق في جيش التحرير الوطني ومن مواليد تبسة. بدأ العرباوي مسيرته المهنية كمحام قبل التحاقه بوزارة الخارجية كدبلوماسية. تقلد عدة مناصب منها سفيرا لدى باكستان ومديرا عاما لشؤون القانونية والقنصلية ومديرا للمغرب العربي ومديرا للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية. في أكتوبر 2019 استدعي من منصبه كسفير في القاهرة وممثل دائم للجزائر لدى جامعة الدول العربية ليتم تعيينه مستشارا لوزير الخارجية رمطان العمامرة. نجح العرباوي في الحصول على دعم الدول العربية لترشيح الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الفترة بين 2024-2025، كما ترأس ممثلا للجزائر اجتماعات متعددة لمجالس جامعة الدول العربية، وكان عضوا في اللجنة العربية لإصلاح الجامعة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.